صباح النور واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. دائما في نور، دائما في نور، دائما النور موجود واملنا كثير كبير، ولولا الامل وين كنا. نحن دائما بنقول نور نور جوستاف. شو اصل الاسم صباح الجوستاف؟ صباح الجوستاف بس عرفنا. هو اسم اوروبي ما له اي معنى. انت بشخصك خلقت المعنى. شكرا. اوكي، لكن اليوم نحن نبتدي بسلطه الوالدورف. هي سلطه، هي وصفه جايه من حوالي 1892 من فندق شهير جدا بنيويورك اسمه الوالدورف استوريا. وهي الوصفه اللي اعطيكم اياها هي الوصفه الاساسيه، ورح نرجع نحكي على التغييرات. موادها بسيطه عموما. عندنا التفاح الاحمر، الكرافس، سكر، قليل من الحامض. الكرافس قطعني جوليان، يعني قطعني مثل عيدان رفيعة. عندي هون المايونيز، عندي جوز كسرني، وفي عندي الكريمة. هاي مكوناتها الأساسية، ولكن ممكن ندخل عليها تعديلات للوصفة. طيب. مثلا بالصيف ممكن نحضرها مع العنب، أو ممكن إضافة عليها جبنة الماعز، يعني ممكن الواحد يعدل عليها، ولكن رح فرجيكم اليوم الوصفة الأساسية. شيف نور، بدي عزبك إذا بتريد تخفق لي الكريمة. بعتقد اليوم الوقت قصير، فإذا أنا حضرت فلح تشوف إنه كلياته رح يكون على الوقت. فلكن المكونات قدامكم وسهلة. منقطع التفاح، هاي عندي معدل كوبين تقريبا من التفاح. رح نزيد عليها السلري اللي كمان قطعناه. مكوناتها شايفين انه فعلا بسيطة، وكمان الجوز اللي كسرناه، وبالتالي هاي خلطة سريعة. هاي صارت عنا العوامل الأساسية. مثل ما قلت لكم بالصيف ممكن إضافة العنب والزبيب كمان إلى الوصفة، ولكن حبيت أنا أفرجيكم الوصفة الأساسية والتعديلات كلها جائزة. حتى ممكن أنه هذا الطبق يتقدم كحلوة. رح تقولوا لي كيف كحلوة؟ رح تشوفوا المكونات رح تفهموا شوي. عندي مايونيز. هلا المايونيز هون، في بعض الناس بيفضلوا انه ما يستخدموا المايونيز، وانا كمان من هالرأي. فكيف ممكن نستبدل المايونيز؟ نفس الوصفة بتنعمل على اخف، الا وهي اذا اضفنا شكرا جزيلا، اذا اضفنا اليها اللبن، لبن الزبادي. بس فيي اعطيك ملاحظه، هادي ابو وردي مخرجنا صوتها من صوت آلة حكيم السنين. مدرة لسنين او ميحة لسنين؟ هذه جيدة للصحة. فيها كرافس وفيها تفاح، يعني تفاحة معروف فوائدها اكيد. فلكن ممكن استبدال المايونيز باللبن الروب الزبادي، ولكن لانه في عنا حموضة ساعتها بنزيد له شوي من العسل، فبالتالي بنكون كسرنا له الروب. اذا استخدمنا الروب لا وصفة أخف، منكون كسرنا حدو. هاي السكر، ورح ضيف له هلأ كمان القليل من عصير الحامض الليمون، مش كتير. هي لذتها هاي الوصفة بالتركيبة اللي رح تشوفوها هلأ، إنه أخذنا نحن الكريمة وخفقناها، رح ندخل قسم منها لهون ورح نخلطها على مهل. فأول فترة هون بنخفق جيدا لنتأكد انه المايونيز والسكر والحامض تداخلوا ببعض. هلا بدنا ندخلها قليل من الكريمة، وبس ندخلها الكريمة بنخفق بنخلطها على بعض، يعني بالانجليزي بسموه فولدينج. هاي مش كثير كمية. طيب حنروح، لا بعد ما رحنا، لا حنرجع، ما تكفيها، ما كفيها، رح نرجع لعندك. والله بعد خمس دقائق. كثير منيح لك، شوي وبنكون اتميناها. شكرا لك شيف جوستاف وشيف نور، وقفه اعلانيه جديده، نعود بعدها لمتابعه صباح النور.